أهنئ الأهالي والطلبة بتجاوز امتحان الثانوية العامة لهذا العام، ونتمنى التوفيق لمن لم يحالفه الحظ في هذا العام. حقيقة يعني هذا شيء مفرح، ونحن نعلم أن الشعب الفلسطيني يستثمر في التعليم بشكل خاص، لأنه هو السلاح الوحيد الذي لا يستطيع أحدا سلبه. ألف ألف مبروك. مبروك مبروك مبروك. نحن في جامعة القدس نحاول أن ندمج ما بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، وبالتالي أنصح الأهالي والطلبة بالتفكير مليا في اختيار هذه التخصصات المختلفة الموجودة في التعليم العالي بشكل عام، أن يكون هناك اهتمام خاص ما هو احتياجات سوقنا المحلي، وكيف التطور فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحاصل في العالم وكثير من المهن المرتبطة بهذا الموضوع، أن يكون لهذا الاختيار حقيقة دور مهم للأهل والطالب والطالبة في التخصصات المطلوبة. مبروك 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 مبروك.